هاد الطاقم الرعب، لان هاد الطاقم هذا فين ما كتمشي اي تظاهره كيهبطوا كيتبوا جايين، يعني لا تفوتهم كبيره ولا صغيره بحقيقه الا واحصاها. هذا علاش سميتكم طاقم الرعب، ماشي الرعب بالطريقه بالشكل السلبي، لا الرعب لانكم تقومون بالواجب. اي تظاهره اي حدث والا وطاقم الفجر الجديد يتواجد في اي مكان. ابراهيم بدا عند التكريم، وتكريم انا سعيد بهذا التكريم حقيقه، زعما سعيد بهذا التكريم، والسعاده ديالي كتكبر ملي كنشوفكم، كنشوف هاد الوجوه، منهم انت سي عمر، منهم السي ماني عسي على المليوه، واحد المجموعه ديال الوجوه الطيبه اللي حاضره معايا، فهذا كيزيد يفرحني وكتزيد السعاده ديالي تكبر، لان على الاسف الشديد لان على الاقل الاعتراف بالخدمات اللي قدمها واحد الانسان. هذا العبد الماثل امامكم قدمت لهذه المدينه، لا في الجانب الاعلامي ولا في الجانب الفني ولا في الجانب الثقافي، على الاقل كتكون هذه الصفات ما حدنا باقيين حي، ماشي حتى كنموت وعاد كنظن نكرم الله، لا كرمني وانا باقي مازال على قيد الحياه. اذا كنشكر النقابه مره اخرى اللي قامت بهذا الواجب هذا وكرمتني على غرار التكريمات الاخرى، كنتمناو مره اخرى ان شاء الله باش يجيو تكريمات اخرين. وتقاعد راه ماشي نهايه العالم، ما حد الانسان باقي ان شاء الله بصحته وبكامل القوى العقليه كما تنقول القلم لا يتقاعد، مازال ان شاء الله نشتغلوا، ومازال عاد نزيد دابا عاد حيت انا والله الا عاد باغي نزيد مازال نشتغل ان شاء الله بحول الله. وشكرا على هذا التكريم، وشكرا على الاخوان اللي حاضرين، ونتمنوا على الله نحضروا نجتمعوا ثاني بمناسبه اخرى وفي تكريم اخر. وشكرا. الثنائي تحبسات هذيك، الثنائي حيدناها دابا، كانت في واحد الزمان تقدر تحيا، ولكن نحيوها بجيل جديد باسماء اخرى. اما احنا دابا ديمو دينا دابا ما بقيناش نقدروا نقزوا علينا، رغم ان نصح يبقى الانسان ممثلا الى ان يفارق الحياه، ما حدك كتكبر وانت كتنضج وانت كتقمص ادوار كبرى، كتولي جد الجد الجد كاع الا كنت كبير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.